بسم الله الرحمن الرحيم. شباب بتوصل رابعة، احنا اول سكشن اتكلمنا قلنا ان الخلية بتتكون عندي من 3 مكونات اساسية، السيل ميمبرين، تاني حاجة السيتوبلازم بكل الاورجانيلز اللي بتكون امبيدد فيه، وثالث حاجة اللي هي الايه النيوكليوس. اتكلمنا المرة اللي فاتت برضه عن السيل ميمبرين والاستراكشر بتاعه والفانكشن بتاعته. المرة دي نبدأ في السيتوبلازم، قلنا ده جيلاتينس فلويد وبيبقى فيه مجموعة من العضيات بتكون embedded في السيتوبلازم، أولهم الشبكة الإندوبلازمية. الشبكة الإندوبلازمية دي عبارة عن membranous sacs اللي هي أو vesicles أو microtubules. تمام، microtubules دي لو ال outer surface بتاعها granulated، عليه granules من بره كده، بقول عليها rough endoplasmic reticulum. تحسنا لو الاوتر سيرفس بتاعتها سموث، مش عليها خالص اي جرانيولز، ماشي زي ما الصوره موضحه، تمام، دي بسميها سموث اندوبلازميك ريتيكولم. طيب الجرانيولز دي او الحبيبات دي اسمها ايه؟ اسمها رايبوسومز. ده كده اول فرق ما بين الراف اندوبلازميك ريتيكولم والسموث اندوبلازميك ريتيكولم من حيث الاستراكشر. طيب الفرق من حيث الفانكشن، اول حاجه الراف اندوبلازميك ريتيكولم الفانكشن بتاعتها المين فانكشن اللي هي بروتين فورميشن. طيب جابت الفانكشن بتاعت البروتين فورميشن دي منين؟ دلوقتي هي عليها رايبوسومز، واحنا عارفين ان الرايبوسومز دي بيجي لها الام ار ان ايه بتاع اي جين، خلاص، عشان يحصل له ترانسليشن على الرايبوسومز، تمام، ويطلع البروتين المنتج من الار ان اي ده. تمام، عشان كده بقول ان الراف اندوبلازميك ريتيكولم المين فانكشن بتاعتها البروتين فورميشن. طيب تاني فانكشن ليها بقول عليها بروتين سيجريجيشن، اللي هي ان انا بفصل كل بروتين عن التاني. دلوقتي لما كل ام ار ان اي يجي يحصل له ترانسليشن على الرايبوسوم ويكون بروتين، بيحصل ايه؟ البروتين بيبدا يدخل عن طريق بولز كده موجوده في الكريستيا او البيزيكيت او المايكروتوبيول وكده يعني. تمام، بتدخل من البولز دي وتدخل جوه يحصل لها باكجينج، بتتغلف كده في حويصلات بسميها ترانسفير فيزيكال. تمام، ترانسفير فيزيكال دي بتنقل لي كل بروتين على حده لجولجي ابريتوس، بعد كده عشان خاطر ايه يحصل عليه تعديلات ويبقى اكتر ويقدر ينزل يشتغل. عشان كده بقول ان برضو الاندوبلازميك ريتيكولم الرف مسؤوله عن البروتين ايه سيجريجيشن. ثالث فانكشن اللي هي سيتوبلازم بروتكشن، ودي برضو شكل يعني مسؤوله عن البروتكشن بتاع السيتوبلازم بشكل غير مباشر. ليه؟ لان احنا عارفين ان في حاجه اسمها اللايسوسوم، دي اورجانيل برضو موجوده في السيتوبلازم، هنتكلم عنها تاني قدام. بيبقى في حاجه اسمها الهيدرولايتيك انزيمز، الهيدرولايتيك انزيمز دي انزيمات تحلل مسؤوله ان هي اي جسم غريب فيروس او بكتيريا يهاجموا الجسم او يدخلوا الخليه جوه السيتوبلازم تبتدي يعملها انجلفمنت، تبلعها وتبدا تهضمها جواها. طيب الهيدرولايتيك انزيم كانزيم اصله بروتين، والبروتين مين اللي كونه لي في الاول؟ اللي هي الايه؟ الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. عشان كده بنقول ان هي بتلعب اندايركت كده رول في السيتوبلازم بروتكشن. رابع فانكشن مسؤوله عن الفيتامين سي فورميشن، وخامس فانكشن الترانسبورت اوف بروتينز تو الجولجي كومبلكس او ابريتوس. احنا اتفقنا ان هي بتعمل لها باكجنج ترانسفير فيزيكال، وقلنا ان الترانسفير فيزيكال دي بتنقلها للجولجي ابريتوس. عشان كده بقول ان الفانكشن الاخيره للشبكه الاندوبلازميه الخشنه عمليه الترانسبورت بتاع البروتين. طيب الفانكشنز بقى بتاعه السموث اندوبلازميك ريتيكولم، اول حاجه responsible for lipid formation، تاني حاجه مسؤوله عن عمليه عن الكنترول بتاع عمليتين، حاجه اسمها جلايكوجينيسيس وجلايكوجين جينولايسيس. الاثنين جلايكوجين، فانا بلعب على الجلايكوجين. طيب الجلايكوجينيسيس دي عمليه الجلايكوجين فورميشن، اما الجلايكوجينولايسيس ديت مسؤوله عن عمليه تحويل الجلايكوجين لجلوكوز. تمام، الفانكشن اللي بعد كده كنترولينج المسل كونتراكشن بشكل برضو اندايركت، لان هي بتتحكم عندي في الكونسنتريشن بتاع الايونات الكالسيوم، كالسيوم ايونز. احنا عارفين ان ايونات الكالسيوم مسؤوله عن بتلعب دور في عمليه انقباض وانبساط العضله،
بدليل لما حد بينتش الموجات شويه يقول ايه ده عنده نقص كالسيوم. تمام. الفانكشن الاخيره مسؤول عن الاتش سي ال فورميشن. طب ايه دور الاتش سي ال دوت في الجسم اصلا عشان واهميته؟ ده بيحافظ على الوسط او البي اتش في الجو بتاع المعده ان يكون وسط حامض. ده الوسط السيوتبل او المناسب ان الانزيمات الهضم اللي بتهضم في المعده تشتغل. لو الوسط مش حامض الانزيمات دي مش هتعرف تشتغل وبالتالي مش هيتم الهضم. ففي عندي السموز اندوبلازم كلام هي اللي بتجلي ال HCL. تمام. دي كده الشبكه الاندوبلازميه الناعمه والخشنه. دي الصوره بتاعتها تحت الالكترومايكروسكوب ودي الصوره بتاعت السموز تحت برضو الالكترومايكروسكوب. فرق بين الاثنين واضح عشان في الامتحان انتم ما اعرفش بيحصل لكم ايه. تمام. الحبوب هي موجوده على السطح انما هنا الدنيا سموز خالص يعني ما فيهاش اي جرانيولز. تمام. برضو دي الصورة بتجمع الاثنين مع بعض ادي الدنيا سموس خالص اهي. تمام. وهنا ايه عليها هي بصندوق من فوق. الأورجانيل اللي بعد كده اللي هي الجولجي أبريتوس. الجولجي أبريتوس عندي بيتكون من ثلاثة فيزيكل. أول حاجة الفلات فيزيكل بتكون طبعا مسطحة كده وبيكونوا أرينج أباف إيتش أذر بيبقوا موجودين فوق بعض خلاص. عندي small vesicles اللي هي ال rounded bodies الصغيرة دي أو بسميها transverse vesicles اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها فين في الشبكة الاندوبلازمية الخشنة المسؤولة عن نقل الـ secretory products من الشبكة الاندوبلازمية بشكل عام الجولجي apparatus. تمام. وعندي bulge vesicles ماشي أو secretory vesicles. دي المكون الثالث من مكونات جهاز جولجي. اول حاجه الفلات فيزيكلز مايكرو فيزيكلز او السمول اللي هي الصغيره دي او بنقول عليها ترانسفير فيزيكل اللي هي ثلاث اسماء او اللارج فيزيكلز اللي هي الكبيره. تمام. او بسميها ماكرو فيزيكل او بسميها سيكريتوري فيزيكلز. تمام. ده الستراكشر بتاع جهاز جولجي وطبعا الصوره برضو تحت الالكترومايكروسكوب واضحه. الفلات فيزيكلز اهي الميكرو فيزيكلز باينه جدا اهي. الفانكشن بتاعت الجولجي ابريتوس اول حاجه بتخلي لي السكريتوري برودكت سواء البروتينز او الليبيدز اللي طالعه او الكربوهيدراتس اي حاجه منتجه من الشبكه الاندوبلازميه تكون ان اكتف. يبقى نصلها شويه تعديلات كده عشان تبقى اكتف وتاخد تصريح عمل يعني. فبتيجي على جهاز جولجي ده مثلا جهاز جولجي لو هي محتاجه فوسفيت جروب سلفيت جروب كربوهيدرات جروب او الكلام ده كله يبدا يحطها او يضيفها وبعد كده يبدا يشتغل. بمعنى انا دلوقتي الجسم مثلا محتاج جلايكوبروتين. تمام. فالبروتين اصلا هيتكون عندي في الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. طيب هو كده برده مش جاهز جلايكوبروتين ان هو يشتغل هو مجرد لسه بروتين. فيبدا يحصل ايه في الترانسفير فيزيكال بعد ما عملت البروتين ده باكجنج تمشي سلام ميجريشن في السيتوبلازم وتروح على جهاز جولجي. جوه جهاز جولجي بقى يبدا يعمل لها يضيف لها ايه كربوهيدرات ويبقى عندي سايكو بروتين كده بقى بصوره تحول من صوره ان اكتف بالنسبه لي ما تقدرش تنزل تشتغل بالشكل اللي انا عايزاه بالصوره الاكتف اللي تقدر تنزل في دوره الدم وتشتغل بالشكل اللي انا ايه عايزاه. يبقى اول فانكشن اللي هي اد phosphate or sulfate or carbohydrate groups to secretory products of the cell. تمام. For example ان هي مثلا بتحول ال inactive insulin لل active insulin او ال formation of cell coat زي cell coat اللي هو جلايكو بروتين زائد جلايكو ايه ليبيد الاثنين دول مع بعض بنسميهم cell coat. تاني حاجه sharing with rough endoplasmic reticulum in lysosome formation ودي هنعرف لما يجي يتكلم على اللايسوسوم. طبعا كده بالنسبه لنا الجولجي ابريتوس. تمام. القضيه اللي بعد كده اللي هي اللايسوسوم. اللايسوسوم دي حاجه سهله جدا عباره عن الاستراكشر بتاعه عباره عن ممبرين. تمام. غشاء كده من بره وجوه الممبرين ده ممبرين سوري لايسوسوم اهو ممبرين وجواه الهيدرولايتك انزيمز. هي دي ممبرين وجواه الهيدرولايتك انزيمز
ده تحت الالكترون ايه مايكروسكوب، ده الاستراكشر. طيب الفانكشن، انا عندي 3 فانكشن موجوده للايه للليسوسوم كلها عمليه هضم. اول حاجه الدايجست للفورم بوديز اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها، لو هاجمتني بكتيريا او فيروس دخلوا الخليه عندي و بسم الله وانا محتاجه اتخلص منهم، فتبتدي الليسوم دي تملا انجلفمنت وتبتلعها وتدخلها جواها، فتيجي الهيدرولايتك انزيم دي تروح ايه محلله ومكسره الايه الفيروس او البكتيريا دي. تاني حاجه دايجست نيوترانس، نيوترانس مواد غذائيه الاوليه اللي هو الانتراسيلولار دايجشن، مش اللي بيحصل في المعده، يعني مش رز ومكرونه والكلام ده، الحاجات دي ما بتخشش الخلايا. تمام. تالت حاجه دايجست الاولد اورجانيلز، اورجانيل كل حاجه ليها عمر، حتى الاورجانيل اللي جوانا الميتوكوندريا ليها عمر، البرج ابريتوس ليها عمر، اللايسوسوم نفسه ليه عمر. لو فضلت الحاجات دي بتشيخ توصل لمرحله الشيخوخه وتموت، هيحصل وتتراكم عندي في الجسم، الجسم نفسه ايه هيتسمم ويموت. فبتيجي اللايسوسوم وهي ماشيه كده تلاقي اولد اورجانيل وصلت لمرحله الشيخوخه، تبتدي برضه تعملها انجلفمنت وتنضمها جواها بواسطه الايه الهيدرولايتك انزيمز. تمام. يبقى دول الثلاث وظائف، اول حاجه 3 دايجست، دايجست فروم بودز، دايجست نوترانس نيوترانس، ثالث حاجه دايجست الاولد اورجانيلز. تمام. اللايسوسوم فورميشن بقى بتتم ازاي؟ احنا قلنا ان هو ميمبرين والميمبرين ده جواها هيدرولايتك ايه انزيمز. فيرست ستيب ان الهيدرولايتك انزيمز دي كبروتين هتتكون عندي في الرف اندوبلازميك ريتيكولم، بعد كده تيجي البروتين يدخل جوه ويحصل له باكجنج يطلع لي بشكل ترانسفير فيزيكال. ترانسفير فيزيكال دي هيحصل لها مايجريشن في السيتوبلازم توصل لي عند الجولجي ايه ابريتوس، يحصل بقى شويه تعديلات كده جوه الجولجي جهاز جولجي ويبتدي يخرجها لي تاني بقى ايه في بويصله اكبر شويه بسميها الايه اللي هي السكريتلي فيزيكال، وعشان جواها الهيدرولايتك انزيم فساعتها بسميها الايه البرايمري لايسوسوم. برايمري لايسوسوم ده الممبرين هو الهيدرولايتك انزيم. يجي بعد كده يجي بقى الفود او فورم بودي او اي حاجه خلاص، يبدا الجسم ياخدها بحاجه اسمها الفاجوسيتوزيس اللي هي بلعمه، يدخلها جوه الخلايا، الخلايا محتاجاها. طيب عايزه بقى تهضمها هيحصل ايه؟ يبدا يدخل جوه اللايسوسوم بتاعي. تمام. وقتها بقى عندي ممبرين والممبرين ده جواه هيدرولايتك انزيم وجواه الماده اللي هتنهضم. الاستراكشر ده على بعضه بسميه سكندري لايسوسوم. يحصل عمليه الهضم وخلاص بقى نتخلص من الريزيدوالز كده ونرجع تاني ممبرين وهيدرولايتك انزيم، ده بسميه برايمري لايسوسوم. برضه نفس الكلام هنا، ادي الميتوكوندريا مثلا وصلت وصلت لمرحلة الشيخوخة، هيبدأ اللايسوسوم برضو يبتلعها ويدخلها جواه، هيبقى عندي الهيدرولايتك انزيمز وعندي ميمبرين وعندي الميتوكوندريا اللي بتتخدم. وقتها ده بيبقى سكندري لايسوسوم، يخلص عملية الهض، نخلص من الريزيدوالز الموجودة من الفضلات، يرجع تاني ايه برايمري لايسوسوم. دي عملية اللايسوسوم فورميشن، ودي برضو آخر فانكشن اتكلمنا فيها عن في جهاز جولجي. وقلنا ان هو بيبقى شيرنج مع الايه مع الشبكه الاندوبلازميه في عمليه اللايسوسوم فورميشن. ده سيكشن النهارده وشكرا يا شباب.